يغدو مرجعنا إليه يوم يعض خصمي حزنا على يديه إذ يسمع النداء في المحشر اشفع لمن ناح ومن قبض في ساحة القيامة. فأين البهلوي الذي قضى على مجالس العزاء في زمانه وكان عبد الكريم قاسم حكم قرابة 5 سنوات في 4 سنوات منها كان قد أعطى الحرية لإقامة الشعائر وفي السنة الأخيرة منع وآذى وسجن وعذب وآخر تلك السنة ذهب إلى جهنم. ويزيد قال للسيدة زينب عليها السلام أرأيتي صنع الله في أخيك الحسين وأهل بيته؟ وهو يريد بهذه الجملة أن يفتخر أنه هو صاحب الملك ووصل إليه الملك والله يريد له البقاء والملك والله عز وجل صنع في قتل الحسين ما صنع. وهذا شعار يزيد وأتباع يزيد في كل عصر للقضاء على الحسين وعلى الشعائر الحسينية. والسيدة زينب أجابته بذلك القلب الذي وضع الحسين يده عليه ودعا لها، أجابته بالقرآن وبالآية الشريفة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يبقى الإنسان الذي يحارب الشعائر فترة حتى يمتلئ ذنبا ويزداد إثما كالمتوكل الذي حكم قرابة 20 عاما حكم ودمر الشعائر وحاربها بشكل قل نظيره في التاريخ. فأين المتوكل؟ وأين قبره الذي دفن فيه في سامراء؟ فاسألوا الذين يعتقدون بالمتوكل ويحسبونه وليا من أولياء الله مثل النبي صلى الله عليه وآله، ويأخذون منه الفتاوى والحكم مثل ابن عربي. فاسألوا الذين يتبعون ابن عربي أين قبر المتوكل في سامراء؟ أين قبر يزيد؟ أين قبر هارون؟ لم يبق من قبر هارون إلا ذكر اللعن خلف ضريح الإمام الرضا عليه السلام. وكان الناس سابقا حينما كانوا يطوفون حول قبر الإمام الرضا صلوات الله عليه يصلون خلف القبر الشريف يلعنون هارون، هذا الذي بقي لهارون، اللعنة والعار بقي لهم. أنت من سيغدو مرجعنا إليه يوم يعض خصمي حزنا على يديه إذ يسمع النداء في المحشر اشفع لمن ناح ومن قبض في ساحة القيامة.